أعتقد أن إسرائيل جدية للقيام بعمل عسكري ضد حزب الله. أولا فيما يتعلق بمسألة الحل الفلسطيني، الرئيس بايدن كما تعلم يريد حل الدولتين، وقادة الدول العربية تقريبا كلهم يريدون حل الدولتين، ولكن حل الدولتين أعتقد أنه من الصعب إتمامه، لأنه إذا نظرت إلى الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني تجد بأنه هناك خلاف شاسع حول مسألة القدس. أنا كنت في إسرائيل عندما كان ترامب في البيت الأبيض وبحثت في هذا الموضوع مع المسؤولين الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين في مسألة حل الدولتين. المشكلة أو لب المشكلة هو مسألة القدس. إسرائيل تعتبر القدس الشرقية جزء من القدس الغربية ولا يمكن فصلهما، والسلطات الفلسطينية تعتبر بأن القدس هي عاصمة فلسطين. لذلك تجد بأن هناك فرق شاسع في الموقفين، ومن الصعب حل هذه المشكلة. كان هناك اقتراح في عهد الرئيس ترامب بأن يكون هناك مدينة أخرى تكون عاصمة للفلسطينيين، ولكن رفضوا ذلك. فإذا هناك مشكلة كبيرة من الصعب جدا حلها في الوقت الحاضر.